لا هو كان توتر غير طبيعي بصراحه، يعني بصراحه يعني احنا كجمهور اعصابنا ثابت، فالله يكون في عون اللعيبه اللي كانوا جوه الملعب. احلى تحيه وتقدير لكل ال 11 لاعب اللي كانوا جوه الملعب، وكمان معلوم بس موسيماني، لان موسيماني بصراحه عمل جيم تكتيكي ممتع جدا. بس لو كملت معايا الفيديو اقول لك ليه موسيماني عمل جيم تكتيكي ممتع. في البدايه انا اسمي اسلام حنفي بقناه اسمها بتاع تكتيك. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك او تعمل سبسكرايب. لو انت كمان من جمهور الاهلي المتعصبين جدا اللي بعد جول حسين الشحات قلت ان المباراه شكلها رايحه نادي الزمالك، فاعمل لايك يا عم واعمل سبسكرايب. لو انت من الناس اللي برضه رجع لها الامل بعد كوره احمد سيد زيزو ما جت في العارضه وقلت والله شكلها 50 50 يوم ممكن نكسب، اعمل لايك او سبسكرايب. اما لو انت من الناس اللي فرحانه جدا بالبطوله برضه وما يهمهاش ان احنا نعمل اداء ولا تكتيك ولا اي حاجه، المهم ان احنا في نهايه المباراه مبدي قفشه بيجيب الهدف الثاني وبنخلص على الزمالك، فاعمل لايك او سبسكرايب. بصراحه الموضوع ممتع جدا، يعني احلى حاجه لما تبقى مستني حاجه وتجيلك بشكل مثالي، اللي هو مستنيين التسعه الحمد لله جت. وجت على مين؟ على الزمالك، والزمالك كانوا عاملين علينا يعني زياده غير طبيعيه لما كسبونا في الدوري 3-1، فالحمد لله النهارده بنقدر ان احنا نكسبهم في نهائي دوري الابطال. يعني تخيل مثلا لو كانوا كسبونا كاس كنا هنقول لهم احنا هنكون ابطال الكاس عليكم ونكسبكم، يبقى نقول لك ايه خدت دوري الابطال، تكسبوا سوبر مصر يقول لك انا خدت نهائي القاره. الحمد لله انا خدت نهائي القاره وهحط عليك في الكاس برده وهحط عليك في السوبر، الموضوع خلاص يابا خلص والقرن بقى عارف ناسه. هتقولي مباراه قرن ونادي قرن، تعالى الوضع ده عارفه بالنسبه لي ان هو مثالي. انا نادي قرن وبحب ماتشات نهائي القرن دي. موسيماني النهارده لعب 4-2-3-1 كانت ممتازه جدا في الحاله الهجوميه، ممتاز جدا ان انت تنزل محمد مجدي قفشه كصانع العاب، وكمان كان وراه نجوم المباراه حمدي فتحي وعمرو السوليه. عمرو السوليه بصراحه مان اوف ذا 3 مانس اخر 3 شهور، بصراحه عمرو السوليه نجم الثلاث شهور الاخيره. السوليه جاي من اداء ممتاز جدا، سيبك من ان هو جاب الهدف، انا من الناس اللي كان عندي مشاكل مع اداء عمرو السوليه، بس عمرو السوليه ما بيديني مباريات ممتازه جدا، ما ينفعش ان انا اقول ان عمرو السوليه ما اعطانيش جيم ممتاز جدا. حمدي فتحي برضو عمل اداء ممتاز جدا ومتوازن جدا هجوميا ودفاعيا. والحته اللي كنت بكلمك فيها مجدي قفشه كان دايما موسيماني عطوا له تعليمات واضحه، دايما بسرعه حاول تلعب ورا اطراف الزمالك، حاول تلعب ورا اسلام جابر، هو محمود علي اللي هم تقدر تقول عليهم كده لقطه وحاجه هديه جات لك من السماء، ان هو العب ناحيه الشمال هتلاقي في كنوز، في كنوز بجد والله ناحيه الشمال النهارده بتاع الزمالك، في كور وفي مساحات وراهم كبيره جدا. واسلام جابر فشل في ان هو يمنع الفراغ بتاع عبد الله جمعه، بصراحه يعني الموضوع كان قاتل جدا بالنسبه له. اما حته هتقول لي طب ما هو برضه اوباما، لا اوباما شيكابالا كان عامل ماتش ناحيه الزمالك. كان الفكره برضو روعه جدا ان انت طب والله طب ما انت عندك فرصه ان انت تلعب برضو ورا احمد عيد هناك، لا ما احنا عندنا اجاي هناك معلش هو حسين بيجري انما اجاي بيتمشى مروان واجاي. بص هم عملوا جيم كويس لو عايز تقول ان الفرقه كلها عملت جيم كويس، بس بصراحه هم كانوا سيئين جدا جوه الملعب، بس دي ما عنديش فيها اي مشكله خصوصا ان احنا كسبنا. طالما كسبنا خلاص نسيب اللعيبه الفرديات كانوا عاملين ازاي. بس كان الفكره ممتازه من موسيماني ان في الحاله الدفاعيه اجاي بيحاول ان هو يرجع برده علشان خاطر يغطي محمد هاني، ويحاول ان هم يعملوا جبهه على اشرف بن شرقي، ومحمد مجدي قفشه كان يطلع فوق شويه مع مروان، وشويه تاني كان ينزل نص الملعب علشان خاطر تتنوع دفاعيه ما بين 4-4-2 و4-5-1 علشان خاطر تسيب الكره للزمالك، علشان خاطر خلصت المباراه بالنسبه لك اللي انت كنت مطلوب منك اول نص ساعه تجيب هدف، جبتهم في اول 4 دقائق اللي هو يلا في وقت بقى انك تنفذ التكتيك بتاعك ان انت تسيب الكره للزمالك. عايز تكسب الزمالك سيب له الكوره، ان الزمالك عنده عقم غير طبيعي قدام الفرق اللي بتعمل عليها تكتلات دفاعيه. فال 4-4-2 في الحاله الدفاعيه للاهلي وال 4-5-1 في الحاله الدفاعيه للاهلي بتقفل الاطراف على اشرف بن شرقي، بتقفل الاطراف على احمد سيد زيزو، وبتخلي في عزله لفرجاني ساسي اللي كان بيلعب قدام طارق حامد علشان خاطر يحاولوا ان هم يلعبوا 4-1-4-1 هم بيضغطوا على الاهلي، وكمان هم معاهم كوره. فال 4-1-4-1 دي برضه فيها مشكله ان محدش فيهم قادر ان هو يعمل بينيه تخترق الدفاعات دي. شيكابالا كان بيعمل الحاجات دي زمان، بس شيكابالا دلوقتي بيحاول ان هو يبقى ايجابي اكتر ويلعب على الاطراف اكتر ما يكون صانع العاب. فكانت فكره كويسه من موسيماني. كنت مضغوط، بن شرقي مصطفى حضر لوحده ويشوطها بره المرمى، بس كنت ماشي جيم زي ما انت عايز، كنت سايب الزمالك معاك كره بمزاجك، سايبه يلعب الحتت اللي ما فيهاش خطوره، انما اول ما يقرب على المناطق اللي فيها خطوره بالنسبه لك على الاطراف عشان ما يلعبش عرضيات بسرعه، كنت بتلاقي ان اللعيبه المفترض انهم عندهم ادوار هجوميه زي اجار وزي حسين الشحات بينزلوا دايما بسرعه كبيره جدا عشان خاطر والله يا جماعه احنا هنقفل على الاطراف. مشكلتي مع الطريقه دي هي بصراحه مروان، لان مروان ما ينفعش العب بيه هجمات مرتده. كانت فكره كويسه انك تسيب الكوره، تمام متفق معاك، كانت فكره عظيمه جدا انك تقفل اطراف الزمالك في الحاله الدفاعيه. متفق جدا معاك، بس انا بالنسبه لي مروان ما كانش موجود جوه الملعب، بس الراجل كان بيحاول على قد ما بيقدر. دي كانت حلوه جدا لحد ما تبص الهدف الاول وتقدر تقول عليه كده مش غلطه، دي فضيحه، يعني ما ينفعش ان انت شيكابالا مهما كان عنده امكانيات فرديه عظيمه ما ينفعش ان هو يعدي من علي معلول ومن جونيور اشيك، ما حدش فيهم يفكر ان هو يعمل فاول، وبصراحه الكره راحت في مكان عظمه جدا، كان صعب ان اي حد يطلعها حتى لو اتجمعوا اثنين حراس عظماء جوه المرمى كان صعب ان هم يطلعوها. كنت مبسوط جدا بشغل التكتيك اللي عمله بوسو موسيماني،
كنت قفلت عشان هم كانوا بيشتموا الزمالك. طبيعي بقى عادي يعني، انت عندكم في المنطقه بعد ما كسبنا الزمالك طبيعي الناس طلعت شتمت في الزمالك وشتمت في الزملكاويه، زي ما طبيعي ان لعيبه الزمالك تعمل خناقه علشان خاطر مش مصدقه ان هي خسرت مباراه النهائي اللي نوعا ما كانوا هم فيها بيتقال ان هم اوفر حظا. قلت لواحد صاحبي ان عثماني عنده اريحيه ان هو ممكن يهاجم او ممكن يدافع، وخصوصا كمان ان انت واحد واحد مش مجبر ان انت تفتح خطوطك عشان خاطر تهاجم وتجيب الثاني، ومش مجبر كمان ان انت تعمل جيم كويس وتحاول انت تحتفظ بالكوره ويبقى عندك استحواذ. ناس كتير قوي كانت زعلانه من منظر نص الملعب اللي كان متساب للزمالك. والله يا عمي قلت لك من بدايه الفيديو عايز يكسب الزمالك سيب له الكوره، هم عندهم عجز غير طبيعي في موضوع صناعه الفرص. عشان كده لو دورت على فرص الزمالك هتلاقي ان هي عباره عن فرديات لعيبه لا اكثر ولا اقل. عشان كده لما شيكابالا اتغير كان الموضوع النهارده بالنسبه للنادي الزمالك والمنظومه كانت فاضيه تماما، لان بن شرقي في يومه ولا احمد سيد زيزو بيحنكش في يومه، وكمان كان بيحاول فرجاني ساسي ان هو يقدر يعمل دور هجومي والاطراف اساسا كانوا ضايعين، واسلام جابر بعد الكره دخلها في ابو جبل وقع كمان بقى مش شايف قدامه، والناحيه الثانيه احمد عيد برده مش سادد قدام جيرالدو اللي بصراحه كانت تغييره صايعه جدا، اللي هو محتاجين سرعات على الاطراف، نزل سرعات على الاطراف وسيبهم يا عم يزيدوا. بس بصراحه يعني زعلت من كره حسن الشحات، بصراحه دي الكره الوحيده اللي زعلت منها، زعلت منها زعلت رحيم ستيرلينج في مباراه ليون، اللي هي في كور كده بتضيع منك وممكن تخسرك بطوله ممكن تخليك تلبس في الحيط. بس الحمد لله رب العالمين بعد كره احمد سيد اللي جت في العرض قلت بس والله شكلها مفهوم يعني، كره في كره بره هنا وكره في العرض هنا، الحمد لله ان هي رست على خير. ومجدي قفشه اللي ما كانش ظاهر تماما في المباراه علشان خاطر كان بيحاول يعمل الدور التكتيكي اللي طلبه منه موسيماني، بيقدر ان هو يديك واحده كده ارتو ويخلص بيها المباراه، والف الف الف مبروك اتعشت خدنا التسعه. مش هركز سيبك بقى من مروان واجاييه وادائهم، والمهم ان احنا خدنا البطوله يا عم، الحمد لله ان احنا خدنا البطوله. بس بصراحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد كان عنده كمية توتر غير طبيعية في مباريات كده، بحس ان انا بحب امسك نفسي وبحب ان انا اكون بارد وكلام، بس في مباريات ما بحاولش ما بعرفش بصراحة. ماتش النهاردة ما كنتش عارف، وبصراحة الحمد لله ان احنا كسبنا الزمالك النهاردة، دي بقى زبط القرن، احنا الاثنين هنزيد على بعض اللي يكسب، والحمد لله ان احنا كسبنا والمكسب طلع من نصيبنا الحمد لله رب العالمين. باتشيكو يسأل على عدم وجود ونجم، باتشيكو يسأل على حاجات كتيرة جدا جوه الفريق، بس هو الفريق مع الأسف الشديد من باتشيكو ومع كالتلون بيعاني من مشكلة صناعة الألعاب، باتشيكو مدرب مش هجومي وده قلت لك من أول يوم التعاقد مع باتشيكو. ده لو قلت يعني الكلام ده وأنت عايز تخش تدعم بس عندي في القناة تشوفني قلت ولا لا، ولا أنت بيهري ولا لا، فممكن تعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان تخش تشوفني بهري ولا لا.